بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جديد على قناتي سميرة كويزين. اليوم إن شاء الله كنقترح عليكم اللحم بالبرقوق، معشوق الجماهير، طبق مغربي اللي مشهور بزاف بالطريقة ديالتي، تبزيرة عادية لأنه اللحم ديال العيد كيكون باقي طري. فإن شاء الله نستمتعوا بواحد المذاق ديال اللحم بالبرقوق اللي كيجي مدغمر كما كتشوفوا معايا، على حقه وطريقه بحال ديال العراسات ودي المناسبات، كيجي معلك ومجمر اللحم ديالنا، كيجي زبدة كيدوب في الفم هذا اللحم ديال الغنمي، كيجي رائع جدا. كنتمنى يا ربي أن الفيديو ديالنا ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي الا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ديال اللحم بالبرقوق. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. على بركه الله غنحتاجوا ان شاء الله اللحم بالبرقوق، الكميه ديال اللحم على حسب عدد الافراد الاسره. بالنسبه للتوابل عندي معلقه تاع الربيع، قزبر ومعدنوس مقطع، الا كان عندكم ربيع طري فتستعملوا قبطه يكون احسن، انا ما متوفراش عليه غنضطر نستعمل غير هذا. عندي معلقه عامره مزيان لانه اللحم كثير، معلقه صغيره عامره مزيان من البزار او الفلفل الاسود، جوج معالق صغار من الزنجبيل او سكينجبير، جوج معالق صغار عامرين مزيان من الخرقوم بلدي. عندي الزعفران الحر مرطب فواحد شويه ديال المدافي. عندي عويدات نتاع القرفه، غنشرملو على بركه الله اللحم ديالنا. ناخذ اناء نوضع فيه التوابل، نضيف ليه واحد شويه ديال الماء تقريبا واحد جوج كيسان. على بركه الله نبدا نشرمل قطع تاع اللحم، غادي نزيد شي شويه ديال ولا كله من الاحسن. وغنبدا نشرمل على بركه الله اللحم ديالي. هنا نسيت شويه ديال الملح، غنضيف شويه ديال الملح، نضيف شويه ديال الملحه ما نكتروش من الاحسن. ونبدا نشرمل اللحم ونحط في الطنجره مباشره. صافي القطع اللي شرملتهم ديال اللحم نعملهم هكايا في كوكوط. انا غادي نستعمل ان شاء الله طنجره ديال الضغط، هذاك الشرموله تبقات عندي غادي نفرغها عليهم. صافي ونخليه على بركه الله يبقى مشرمل واحد الساعه ونرجع نتلاقاو ان شاء الله. بعد ما دازت ديك الساعه راه وضعت الطنجره على النار، غادي نضيف ليها العويدات نتاع القرفه باش كيطلقوا المذاق ديالهم، ونخليها كتشحر بلا اضافه ديال الدهون. كتلاحظوا غير العطريه والماء، نخليوها حتى كتدبغ لينا ديك اللحم، نرجعوا نتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا ليها الاضافات اللي خاصها. صافي منين طلعت عندي قبيله اللحم الغليه خليتها كتطبخ باش كتشرب التوابل كما كتشوفوا معايا واحد ربع ساعه ولا تولد ساعه. دابا غادي نضيفوا لها ان شاء الله السمن، ندير واحد جوج معالق ديال السمن لانه الكميه ديال اللحم عندي بزايد، ما غاديش ندير الزيت لانه اللحم ديال الغنمي كيكون فيها ليدان، نكتفي غير بهذا. نجيب هذا السمن عطينا واحد النسمه زوينه، وراه اللحم ديال الغنمي كيكون ميدوم اصلا. ودابا غادي نضيف واحد جوج بصلات كبار مشلضين، ونخليو الكل يتقلى مزيان مزيان، عاد نروي ونسد على كوكوت. الا بغيتو تستعملوا طنجره عاديه بنفس الطريقه، تقليو واحد شويه البصله كذلك مع اللحم، عاد كتروي وتخليوها تغطيو عليها عادي وتخليوها وتراقبوها مره مره. صافي غنغطي عليها دابا ومره مره نحرك حتى الا جاب الله كانوا اللحم عند اللحم عندنا خفنا لي تفتت، اللحم صغير يعني الحول اللي كان صغير اللحم طري، فنحركو غير هنايا بالكوكوت غير باليدين او الطنجره. صافي هنا غادي نضيف الثومه، واحد المعلقه كبيره ديال الثومه مع البصله. ممكن نتوما تضيفوا الثومه في مع التوابل، انا ما كانتش متوفره عندي عاد دابا وصلتني، فانتوما ممكن ديروا الثومه من البدايه تشرملوا بها اللحم اولا تضيفوها بحال هكا راه بحال نفس النتيجه. المهم انه ضروري في هذه الوصفه هذه اننا نستعملوا الثوم، الثومه مع البصله باش كتجينا المرق ديالنا لذيذ. ونحاولوا نحركوا هكا الطريفات نتاع اللحم، انا ما خصني نحيد الكاميرا عاد نقلب. المهم اننا نقلبوا اللحيمات باش كيشربوا العطريه مزيان وكيتشحروا، ان شاء الله باش نرويو عليه بالماء الكافي اللي غيطيب فيه هذا اللحم.
نحاولوا ما نديروش الماء في على طرف ديال اللحم، نديروهم في الجناب ديال الطنجره. صافي غادي نسدي عليها دابا الكوكوت ونخليها ان شاء الله طيب ونرجعوا نتلاقاو ان شاء الله. انا غادي نسد عليها كوكوت عادي يعني بالصفاره باش نربح شويه الوقت. صافي كتشوفوا انا سديت دابا على كوكوت وغادي نخليها ان شاء الله حتى تبدا تصفر، نحسب لها واحد نص ساعه حتى ل 40 دقيقه كاع ونحلو ونشوفوا اللحم ديالنا الا طاب او قرب يطيب نحيد ديك الساعه الغطاء ونخليه يكمل طيابه مع المرق باش يتغمر عندي المرق وينشف. ولا لقيتو خاصو باقي طياب نرجعو نسد عليه، غالبا غيكون هو هذاك ان شاء الله. نتوما معايا غادي تشوفوا شحال خدا مني بالضبط. هنايا عندي اللحم راه كيطيب كما شفتو، هنا درت واحد الكميه تاع البرقوق غسلته ودرته غادي يتسلق. غادي نحذف هذا الماء هذا وندير ليه ماء واحد اخر يعني جديد باش نغسلوه ان شاء الله. شوفوا هنا كذلك عندي كميه ديال اللوز اللي فسختو، درت ليه الماء سخون خليته حتى طاب واحد 3 ديال الدقائق، قشرته وشللته بالماء وخليته كينشف باش نحمروه ان شاء الله في الزيت. اللوز هنايا مزيان باش ما يبقاش فيه الماء، وغادي نديرو يتحمر كيف العاده في زيت بارد باش كيتحمر من الداخل وكيجي يعني محمر ذهبي من برا ومن الداخل وكيجي مقرمش ما كيجيش ملوك، ضروري زيت بارده. انتما كما كتشوفوا كندير اللوز في زيت بارده، نزيد شويه الزيت حتى كيتغطى عندي اللوز ونبدا نحرك فيها باش كتجي اللوز كيجينا ذهبي من الداخل ومن برا، يعني كيجي الطياب ديالو واحد. صافي غير تبدا تسخن الزيت غنبقى نحرك فيها هكذا الماء الاول تاع البرقوق، ودرت ليه كميه واحده اخرى فين غادي نعسل. درت رشيشه ديال الملح باش كتحيد ديك البسوله ديال الحلاوه الزايده، دير واحد جوج طوبات نتاع السكر. صافي دابا غادي نزيد واحد المعلقه صغيره تاع القرفه البرقوق، ماشي مشكل نديرو ليه قرفه عواد او قرفه غبره، ملي كيكون عندنا المشمش اللي ضروري نديرو ليه قرفه عواد باش كيبقى اللون تاعو فاتح وزوين. تشوفوا اللوز يديه فيه بالتحرك حتى كياخذ واحد اللون محمر زوين. نجهد شويه على البرقوق باش يتعسل عندي بسرعه، غير يطلع الغليه ونقص عليه باش ما يتشتتش. صافي وكنستمر هكا بالتحريك تيولي عندي اللوز ذهبي ونحذفوه على بركه الله. كنبقى نشوف كي كيولي مذهب كنطفي عليه النار ونحذفو، راه كيطلع فيه باقي اللون ما تخليهوش يتحمر بزاف. غادي يزيد مع اللوز كيكون ميدوم وعاد بقى غليينو في الزيت، ف هانتوما غتشوفو كي غادي يولي غيزيد يطلع عليه اللون. شفتو غير حيدناه هاو بدا كيبرد هاو كيطلع اللون، هاي اللي محمر هو هذاك ومقرمش وطيب من الداخل ومن برا. بعد ما حليت كوكوت على اللحم لقيتها راه تقريبا طايبه، خصني دابا نعطي عفوا خصني دابا غير نخليها هكا عريانه يعني ما نغطيهاش باش كتبخر عندنا ديك المرق وتتوقف عندنا الحيمه غير في ديك الدغميره، كتجي مدغمره كتوقف في ديك ليدام ديالها كما كتشوفوا. ما استعملتش نهائيا الزيت، استعملت غير السمن لانه اللحم ديال الغنمي فيها طبقه ديال الليدام. الا كنتو مستعملين البقري فديروا كاس مخلط ما بين زيت البلديه وزيت روميه مع السمن. كتشوفوا غادي نخليه حتى تو كان نجهد عليه شويه حتى وكان كيتبخر من هذا الماء وكيولي عندنا المرق تو كما كنقولوا حنايا في المغرب، كيجي اللحم مدغمر وواقف غير في الزيت ديالو او في الليدام ديالو. شوفوا هنا تقريبا قرب البرقوق ديالي يتعسل، غنزيد لي غير واحد المعلقه ديال سنيده لاني السكر درتو كميه قليله، غير جوج طوبات. وعندي هنا كميه كتشوفوا ديال نص كيلو ديال البرقوق، المهم نتوما كديروا على حسب الرغبه. صافي وغادي نضيف معاه اما كيس نتاع الزهر ديال زهره البرتقال، الا ما متوفرش عندكم كديروا ماء الزهر السائل. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره حتى لجوج معالق، واش كتعجبكم النسمه ديال الزهر اولا؟ صراحه كتعطي فيه واحد النسمه زوينه بزاف، خاصه الا بغينا نديرو حتى الفاني كيجي واحد المزيج غزال. كنت وريتو لكم في اللحم بالبرقوق بالمشماش والبيض
الطريقه المراكشيه ان شاء الله نخلي لكم الرابط في قناه الوصف. صافي غادي نخليه يزيد غير واحد شويه ونطفي عليه يكون واجد. اللحم ديالنا بعد ما كيتضغمر وكيوقف غير في ليدام كما كتشوفوا يلاه طفيت عليه، دابا ندوزو ان شاء الله للدريساج اولا للتقديم ديال الطبق. نستعملها فيا بشي اداه باش نهز الطريفات ديالي ديال اللحم، كنحطو القطع تاع اللحم هي الاولى، عاد من بعد نديرو القياس ديالنا ديال المرق. الطريفات نتاعي تاع اللحم على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ المريقه هي بالمغرف، نحاول ما ناخذش معها ليدام. نحيد العويدات ديال القرفه، نحط غير المرق. صافي بعد ما درت الكميه المناسبه ديالي ديال المرق غادي نضيفو البرقوق. غادي نضيفو غير في الوسط، انا هنايا الكميه اللي تقاسمت معكم غادي تكفيني ان شاء الله جوج حطات جوج البصل. فكما قلت لكم هاد الكميه اللي تقاسمت معكم كتكفي لجوج جلسات، انا غادي ندير غير حطه وحده عائليه. صافي بقى لي دابا بعد ما ضفت البرقوق الا نضيف اللوز بهذه الطريقه هذه. وعلى بركة الله كيكون الطبق ديالنا جاهز للتقديم، وكنتمنى لكم ان شاء الله بالصحه والراحه. اكيد الا كنتو كتزوروا القناه لاول مره فما تنساوش انكم تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. خليو لنا لايك كتشجيع منكم لمزيد من العطاء، وتبارطاجيو الفيديو مشكورين مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعمل فائده للجميع. نكون وصلنا هكايا النهاية ديال الفيديو، كنتمنى لكم ان شاء الله دوام الصحه والعافيه، وكنضرب لكم موعد فيديو قادم باذن الله. كنقول لكم مع السلامه واستودعكم في حفظ الرحمن.